السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم زياد الدين مدرب مركز ويث للتدريب والتطوير في تغطية جديدة وفي يوم جديد. أولاً دعونا نذكركم مرة ثانية أن جميع المحتوى التعليمي جميع المحتوى التعليمي بتغطيه أو بيغطيه مركز ويلث للتدريب والتطوير بشكل مباشر إذا فقط يمكن أنك تدخل على wealthcenter.net وتشوف مجموعة الكورسات اللي موجودة هناك ويمكن تراجع كذلك المقالات على اساس انك تستفيد من هاي الاشياء نذكر مره ثانيه انه هنالك مسابقه رقم واحد للحسابات الحقيقيه مسابقة رقم اثنين للحسابات الحقيقية الأولى عن طريق إكس بي الثانية عن طريق الحساب التجريبي ماتريك سي أي اطلب وستحصل على هذا الحساب التجريبي الجوائز للمسابقة الأولى باللون الأحمر هو التأهيل لحساب نسخ زائد جوائز مالية أما الحساب الثاني فيكون خمسة ألف دولار للعشرة الأوائل كحساب تيست. نذكر كذلك أن المسابقة تقوم على حساب الأرباح بشكل كيميليتف وبالنسبة لرأس المال وهذا بيخلي الاحتمالات بتاع أن متداول جيد يربح عالية جدا بحيث أن كل شهر نقوم بسحب التوب أفضل عشرة متداولين يتم سحبهم من البورد بعد تكريمهم ويعاد ترتيب البقية وحتى إذا تداولت شهر وما كنت ضمن عشر الأوائل ففي الشهر الثاني راح تنطلق مباشرة بنفس الحساب ما راح تعيد الحساب كل شهر وهذا يخلي أنه الأرباح اللي تحصل عليها في الشهر الأول حتساعدك في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث أنك تكون من ضمن التوب تان وتأخذ الجوائز المعلن عليها وحتى أصحاب الحساب التجريبي حساب الماتريكسي آي بلاتفورم سي آي بلاتفور راح يتمكنون من انهم بيكونوا كحسابات نسخ ما عليك الا انك تسال حول هذا الامر خدمه الدعم وحيرد عليك باذن الله تعالى فيما يخص الاداء الاداء دائما بنشاركوه موجود هنا في الكومبيتيشنز صناعة المتداول الناجح في المرحلة التجريبية، صناعة المتداول الناجح في المرحلة الحقيقية، وحتلاحظوا اليوم الابديت اللي راويته لكم البارح فعن طريق الدخول الى المرحله التجريبيه بنشوفوا ان المرحله التجريبيه منطلقين فيها بقياده يوسف ديزاد زاد اللي بيقول حافظ على زكاه العلم واكيد اذا كانت الزكاه تنمي الفلوس زكاة الفلوس تنمي الفلوس فزكاة العلم تنمي العلم والتجربة بتاع الشخص ونشوفه أنه عنده أداء جميل جدا ما عرف لكن سابقا وصل إلى مبالغ كبيرة جدا ولكن ترك السوق أنه يعكس عليه فبالتالي كان عنده خطأ كبير في هذه النقطة بحيث أنه عودنا يعني عنده أداء بهذا الشكل ولكن 5 août، 6 أغسطس، و7 أغسطس. لازم تكون حذر أكثر. صديقي يوسف، صديقي مورتي. كذلك عامل 200 وحداش ألف بالمئة. يقول لك إنه the average amount of money gained by trader. Okay all trades including both winning and losing trades. فهو يعطيك واحدة نظرة حول أنه نظرة بتاع حسابات أو الصفقات اللي بتربح هو كذلك موجود معنا في المرتبة الثانية و ب ألف أو 211 بالمئة المرتبة الثالثة تعود إلى ماد بانز من المغرب 143 بالمئة أسماء في المرتبة الرابعة عايشة في المرتبة الخامسة سيف الطنيجي في المرتبة السادسة يا فيصل ضاع العالم الله يرضى عليك في المرتبة السابعة محمد السعدي ريم الطنيجي ريم عبد الله هذا هم الطوب تاميدونا فيهم أصغر متداولين وهي ريم الطنيجي مع سيف الطينيجي كلاهما يعتبر من أصغر المتداولين اللي معانا في هذه التغطية أو في التداول الصفقات الكبيرة كلها حاليا يقوم بها يوسف بزاد ولكن يوسف يقوم ويعمل شورت لنالداك وهذا شيء خطير جدا وراح أميل أنني أشرح, أشرح, لكم اليوم لماذا هذا الشيء يعتبر نوعا ما فيه خطورة أو فيه ريسك لما تعمل شورت على الأسواق اللي تكون فيها قيمة بعد ما تنزل ما زال الجولد هو التوب 1 ما زال اليو اس 100 وما زال كذلك الاويل ولاحظوا انه ظهرت وحدة الخسائر في الجولد ان يو اس 100 فبالتالي الواحد لازم يكون ذكي في طريقة التعامل والحسابات التجريبية مستمرين أكثر ننتظر الأيام القادمة حتى يعني تنضج الأداء أو ينضج الأداء بتاع المتداولين بالروح كذلك لمرحلة الحسابات الحقيقية واللي هي كذلك شغالة حاليا الدخول لهذه المرحلة يكون فقط عن طريق حساب اكس تي بي بإيداع 300 دولار ونشوف نعيمة ونشوف عائشة ونشوف زهرة توب ثري هم إناث معانا ما شاء الله عليهم نعيمة موجودة في المرتبة الأولى بتحافظ على الأداء بتاعها المتسق توتال شبه معدوم وهذا بخليها تحصل على ما قيمته 15 صفقه صحيحه من 16 صفقه بنسبه نجاح 93% وتسعين بالمائه فهنيئا لها اظن سكرت صفقه على الصفر اظن فلهذا احسبها بهاي الطريقه عائشه كذلك موجوده في المرتبه رقم اثنين آه عائشه شفنا انها سوت اكسبلوجر سابقا في الاداء بتاعها بعد ما كان يتناقص بهذا الشكل ولكن هي حاليا اخذ الاداء بتاعها يعود مره ثانيه ويتزايد بهذا الشكل حاليا لديها البالانس هو الاكويتي فبالتالي ما في ولا صفقه مفتوحه حاليا مع 84% أداء الصفقات بتاعها ما شاء الله عليها زهراء كذلك موجودة في المرتبة الثالثة وصعدت إلى المرتبة الثالثة أداءها 93% من صفقاتها صحيحة الأداء بتاعها متزايد ولكن between فايف حصلت شوي على دراودون ولكن هذا لا يمنع أبدا أنها تبقى في أه يعني التوب 10 اوكي تبقى دائما في التوب 10 محمد السعدي كذلك عودنا بوجوده في التوب 10 والاداء بتاعه يتزايد بطريقه جميله جدا وكل صفقاته 100% الى حد الساعه ريم الطنيجي هي الاخرى متداولتنا الصغيره كذلك موجوده معنا و بالاداء بتاعها جميل جدا تبارك الرحمن وتداول وحتى في 6 اغسطس تداولت كذلك رفعت حسابها رفعت حسابها لاحظ البارح كان 97 11 بي ام اليوم 104 فبالتالي رفعت حسابها بتقريبا 4 5 6 7 دولار الحذر مو الحذر مطلوب والمتداول الذكي هو المتداول اللي بيخلي نفسه في التوب 10 هذا دائما هو المتداول الذكي مو هو المتداول اللي يتحمل مخاطر عاليه جدا في السوق محمد كذلك سعد موجود معنا شفنا تداولاته لفترة زمنية محترمة وبداية دول معنا تقريبا 23 جولاي حصل على ارتفاع كبير ولكن ما عارف ليه تراجع الأداء بتاعه يبقى عنده نسبة نجاح صفقات 72% وهي نسبة جميلة إذا كان عنده ريسك تو محترم أمل كذلك موجودة معانا اما الموجودة معانا صح انها تعرضت لدروب نوعا ما من ثلاثة دولار الى واحد دولار تقريبا مسحت يعني من السبعين تقسم سبعين على ثلاثة يعطيك حوالي هذا الأمام اوف اللي موجودة فيه أه أه اثنين على ثلاثة من حسابها صح اختفى لفترة زمنية ولكن هي عائدة في تشكيل في تشكيل الحساب بتاعها مره ثانيه فبالتالي هذا اللي يمكن نشوفه هنا والمسابقة المسابقة ما زالت متواصلة بنشوف أداءاتكم إن شاء الله أكثر في المستقبل فاطمة كذلك أو فاطمة موجودة كذلك معنا اليوم حيتم مراجعة الأداء هذا اللي موجود هنا من قبل الكاستمر سبورت بتاعنا لدينا زايدة الطنيجي عودنا دائما بوجوده في التوب تان يعني دائما أبدا كان موجود في التوب تان زايد الطنيجي الاداء بتاعه كذلك اجمل مما يكون بسبب انه نفذ خمس صفقات فقط وكلها كانت صحيحه ف يعني يتداول بطريقه حديثه وذكيه وهدى موجوده كذلك في المرتبه العاشره أه ارتفاع بثمانيه دولار ثم نزول مره ثانيه مازالت يعني عندها أرباح محترمة جدا ومازال التداول بتاعها جميل جدا وهذا اللي بنشجع الناس أنه بيكونوا فيه هو أنها نفذت حتى الساعة ثلاث تريدات فقط ولكن مع هذا مازالت أو موجودة في التوبتان فبالتالي التداول بحذر تداول بذكاء حسابات رياضية مرات بنحتاجها في هاي الطريقة وفي هاي الفكرة لأنه 300 دولار 1% بتاعها هي 3 دولار 2% بتاعها هي 6 دولار 3% اللي تاهلك انك تدخل التوب 10 هي 9 دولار فبالتالي اذا قدرت انت تقسم ثلاث صفقات كل صفقه تجيب فيها 3 دولار حتكون في التوب 10 اذا انك تدخل التوب 10 مو بهذه الصعوبه حتى هذه الساعه ما فيش صعوبه ما قاعد اشوف انا صعوبه في القضيه هاي كلها فبالتالي خليك تتداول ستاب باي ستاب تدخل التوب 10 تحصل على الجوائز الماليه اللي وعدناكم بها وتتاهل كحساب نصف المهم بنشوف انك قادر انك تتعامل مع الحساب بتاعك وقادر انك تتعامل مع التداول بتاعك والاداء بتاعك يكون يرتفع بشكل ولو باي ستاب ولو بشكل بطيء ولكن بنشوف او بنلاحظ انك قادر تتحكم في مشاعرك ونفسيتك وبالتالي تحسن فكره الريسك مانجمنت او عندك ريسك مانجمنت محترم ايش الاوبير توقف؟ ما اعرف لانني حاليا قاعد اقوم بعمل ريندرينج المهم اظن اننا شاهدنا مشاركه اداء المتداولين ما نذكرك مره اخرى ماي بروفايل ضع العلم ضع الصوره واكتب بايو عليك هذا بيخلينا نتعرف عليك اكثر المتداولين بتاع الحسابات التجريبيه حاليا بيقوموا بالتداولات عبر ماتريكس اي اي الاوبرا علق بسبب الضغط الهائل على الحاسوب فبالتالي محتاجين اننا نغلق الاوبرا فور ذا مومنت ونفتح يمكن شيء اخر بنكمل نشرح فيه او يمكن انني نطلب انني نغلق الاوبرا بشكل قوي ولكنها بترجع فبالتالي نفتح معاكم منصه ماتريكس تريدين اي آي بنتكلم شوي على هذه المنصه مره ثانيه كل التداولات بتاع الحسابات التجريبيه بمرور الوقت راح تكون موجوده على هذه المنصه لماذا بنريد احنا هاي التداولات في الاساس انها تكون موجوده على منصه ماتريكس تريدين اي اي لاسباب كثيره ولاشياء كثيره كذلك نريد واحده من الاشياء هو هاي المنصه بتتم معك فبالتالي ما نسحبها منك مره ثانيه ماذا يعني هذا؟ يعني أنك راح تمكن أنك تقيم أدائك وتقيم نفسك وتشوف الأداء بتاعك يعني لمدة شهر ولمدة 2 مانث ولمدة ثري مانث فبالتالي هاي المنصة موجودة لهذا الغرض الأسواق المالية موجودة الفاينانس متابعة الأداء معرفة الأداء بتاعك مثلا هذا الحساب صار لي مدة ما اشتغلت فيه أنا أصلا ولكن يمكن أنك تقرأ آه مثلاً 81% إلى 19% بين آه الأرباح الرابحة يعني الأشياء الرابحة والخاسرة Worst trade مثلاً كان نقص 19 دولار The best trade كان 822 آه فالمنصة تعطيك نظرة أوسع على التريدات بتاعك على الأداء بتاعك آخر عام أو 6 months أو أي إن كان العملية ما هي صعبة كثير أنك تشوف بالأداء بتاعك فقط لازم اوقف هذا لانه يستهلك كميه هائله من قوه الحاسوب اوكي okay, already قريب يخلص يعني فبالتالي ما يهم uh, نغلق يمكن كلوز ونشوف فاينانس او كلوز دال بوزيشنز مو اشوف لاست 40 24 اور اشوف مثلا لاست 30 دايز و ويتضح لك جميع تداولاتك ويمكن انك تراجعها حاليا اليوم نشوف أن الناس داك أه لم لا ما شمل نفسه اذا 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 صح التعبير يعني وكانوا كثير اشخاص يتوقعوا ان الناس داك بيمشي في كراش داون ولكن الناس داك صراحه عاد في الاخير ومسك نفسه حاليا يتداول في هذا النطاق الدائري بهذا الشكل على الان فايف بيتضح لنا نفس الشيء وهذا هو مشكلة مشكلة أن الشخص ما يفهم لماذا أو ما يقدر يسوي عملية ربط بين السبب اللي خلى الأسواق المالية تنزل وبين قيمة الأصول المالية النازداك في الأساس مركب من شركات تكنولوجية أكبر مئة شركة تكنولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في النازداك أي اي أبل انفيديا مايكروسوفت الفابت كل الشركات اللي بتمارس التكنولوجيا كعملها الاولي بما فيها الشركات التريليونيه موجوده في هذا الاصل المالي فبالتالي الاصل المالي هذا فيه قيمه لانه يستمد قيمته من الشركات بتاع التاك اللي معروفه بقوتها ومعروفه بالماركت الماركت كاب الكبير بتاعها معروفة ببراءات الاختراع بتاعها معروفة بتحكمها الكبير في التكنولوجيا فهذا الشيء بخلي انه اذا قام السوق وسعر او مخاوف معينه من الركود الاقتصادي وكذا صح السوق انه ينزل ولكن النزول بتاعه بيكون شورت تيرم، ايش معناته شورت تيرم؟ بمعنى صح انه بينزل بطريقه عموديه الى الاسفل زي هنا ولكن القيمه بتاع الشركات هاي لا تسمح ابدا انه النزول يتم لفترات زمنيه كبيره عاده هو ينزل فقط يحصل على ديسكاونت وبيصعد مره ثانيه فواحده من الاشياء اللي يمكن نذكرها هنا مثلا انت متداول بتاع تريد تدخل في التوب 10 انت على البورد انت عاده راح تستهدف انك بتجيب ثلاثة بالمئة من حجم الصفقة فقط فبالتالي هذا الشيء يكون أظن بيكون قريب جدا ويمكن أنك تنفذه بأريحية يعني there is no problem إذا تلاحظ أنه في خلال عملية النزول ظهر واحد الجاب موجود هنا فبالتالي أظن بعض المتداولين 300 دولار 3 دولار already واصل أنت إلى 1% of your account السوق حاليا يعني يتذبذب ذهاب نزول ولكن بهاي الفتحة الصغيرة بهاي الطريقة التداول بتكون اوريدي واصل الين الين ستة دولار اقول لك كيف تجيب التارجت بتاعك بيكون تسعة دولار تمسك التيك بروفيت تطلب هنا انه الفاليو بتكون عشرة بكون انه هذا قاعد يصعد بتسوي لا ممنوع تسوي اثناش مثلا سيف بيضع التيك بروفيت بياخذ التيك بروفيت تروح الفايننس مو الويدراو ما يهمني في الويدراو تروح الفاينانس تشوف اننا سوينا عملية باي وجبنا 12 دولار كالكيليتر 12 دولار لهذا قاعد اقول لك انه مو مو صعب انك تدخل في التوب 10 خاصة في وقتنا الحالي 12 دولار من 300 دولار كيف تحسبها تجيب الكالكيليتر اللي تعرفها انت تمسك 12 دولار من الاداة تقسمها على 300 دولار اللي سويتها ديبوزيت في الاكس تي بي يخرج لك 004 تضرب هذا الشيء في مئة بيخرج لك في الأخير ربع دولار يعني تريد اللي بسويناها هذه التي لا تكاد لا تتجاوز بضعة ثواني أو يزيدون لو جينا هنا ونحسب where is the 4% راح تجد نفسك هنا في المرتبة السادسة فقط بتداول مجهرية يكاد لا يذكر ولهذا اكرر واقول يجب ان يكون تفكيرك استراتيجي حتى بحيث انك تداول ما تعمل ريسك عالي لانه البرسنتج ما هو صاعد يعني الامور ماشيه جست ستاب باي ستاب لو تنفذ كل يوم صفقه واحده او اثنين او ثلاثه مثل هاي الصفقه كم هاي 12 دولار ثلاثه اربعه بالمئه ثلاثه ايام 12 بالمئة 12 بالمئة بتخليك أنك تكون تقريباً في المرتبة الخامسة بهذه الحسابات خلي هذا النوع من التفكير ثاني شيء مو معناته أن السوق لما ينزل أو تشوف أن السوق يتحرك بسرعة بهذه الطريقة إلى الأسفل معناته أنه بيتم نزول إذا أنت بمجرد أنك تشوف الأسواق تتحرك بهذه الطريقة او بطريقه اخرى دقيقه نغلق هذه كويس لازم تعمل كونفير تقدر تغلق على طول يعني نفذ وهذا ننتظره ينفذ هذا هو الصندوق تاع داك. اوبن برايس كان في الف واثنين حاليا السعر تقريبا الف وواحد آه وثلاثين هذه الطريقة اوكي باندين اوردر حاليا قاعد نن... ينتظر انه يخرجني من او ننتظر انه بيخرجني من هاي الصفقة لانه عساس تخرج من الصفقة لازم لك عملية بيع شراء كان يعني هنا عملية بيع هنا فقط يضربها السوق وبيتنفذ كاملة نخرج من هاي الصفقة يعني. فنزول الأسواق المالية يكون مخوف ويكون للأشخاص اللي بيتداولوا عن طريق الهوب تريدين أو عن طريق الإيموشنال تريدين هما يدخلوا فقط نزول لأن يعني السوق بدأ ينزل أما المستثمرين فيمكن يشوفوا نظرة أخرى للسوق بحيث أنهم يركزوا أنهم يشتروا مثل الصفقة هذه يركزوا أنه يشتريوا على أسعار رخيصة لأنه عادة راح ينعكس إلى الأعلى ويمكن يرجع لهم حتى الفوق فبالتالي هاي هي الفكرة آه ما زلت ننتظر ب ننتظر هذا 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 إلى قناني نلغيه وأرد أغلق الصفقة مرة ثانية بيحط أمر بمجرد أنه يضرب الأمر يختفي الفكرة وما فيها هو بهذه الطريقة اللي شرحتها نزول الأسواق بالشكل المرعب مو دائماً معناه أن السوق حيتحطم أو أنه الاقتصاد الأمريكي ينتهي قادر يكون ما هو إلا عملية تخويف ديسكونت برايز ودخل المستثمرين الكبار في الصفقة وتحصل على بول ران بعدين هنا يحدث هنا يحدث هنا يحدث هنا يحدث, هنا يحدث. هذه النزلة الكبيرة يحدث هذه هي طبيعة الكورونا هذه هي طبيعة الأسواق الأمريكية فهذا كملخص بسيط على هاي الأشياء اللي موجودة وهو نفس الشيء اللي أنا نعتقد خصيصا أن تداولات اللي ظهرت هنا يمكن أن تكون هذه التداولات فيها ريسك عالي جداً يوسف ديزاد يمكن التداولات بتاعه بتكون فيها ريسك عالي جداً خاصة وأنه إذا عنده يوزاج مارجن لا ما عندوش مارجن كل الإكويتي هي البالانس فبالتالي أموره تمام يعني ما هو فتح حالياً هذه فتحها من قبل ولكن بيحذر من هاي الأشياء يحذر من هاي الانزلاقات فقط أموره تمام إن شاء الله. اثنين من الاسئلة وردتني استفسار عن التطبيق هل ممكن ان لا استخدم المارجن للتداول انت لما تدخل اسواق مشتقة وبالضبط انا نتكلم هنا فوركس اند سي اف ديز لما تتداول سوق مشتق مثل الفوركس ولما تتداول سوق مشتق مثل السي اف ديز obligation انك توفر مارجن لانك راح تستعمل رافعة مالية obligation فبالتالي ما يمكن انك تتداول الا بوجود مارجن في هذه الحالة وهذا هو الجواب بتاع السؤال بتاعك هل هو كمية الاسهم ما هو الاوردر فاليو الاوردر فاليو اللي شفتها هنا اظنك انك شفتها في الاكس تي بي اظنك كذلك انك شفتها بالنسبة الى الاسهم لما يكون عندك سهم new نيو اوردر أه ده حتى ما هي موجودة هنا أين رأيت الأوردر فاليو أي أي بلاتفورم أو أي مكان مكتوب فيه الأوردر فاليو إذا نتكلم على الأسهم هنا تفتح السهم تجد أنواع ستوك أوكي إذا إحنا نتكلم في الأسهم الأسهم لما تفتح السهم هنا بيقول لك الماركت فوليوم مش الاوردر فاليو الماركت فاليو وهو عندك شيئين اذا تريد تشتري سهم ابل سوي لك هنا واحد ويقول لك الابل حيكلفك 207.01 دولار شيء ثاني اسمه فراكشن هذا معناته انه اكس تي بي بتخليك تشتري اجزاء من السهم جزء حقيقي من السهم فبالتالي نفترض انه عندك 10000 دولار وتريد تستثمرها كلها اكتب هنا عشرة آلاف دولار فهذا هو الماركت فاليو يعني أنت تريد تنفذ صفقة بقيمة عشرة آلاف دولار وهي ما قيمته ثمانية دولار فهذه هي صفقة الأبل عندي وأدخل استوي باي بيقول لي أن العشرة آلاف دولار بتجيب لك تقريبا ما قيمته ثمانية لماذا هنا يكتب لك الفاينل انفستمنت اماونت ببساطة لأنني في اللحظة اللي عملت ضغط لو نرجع عن الخلف نعيد نعمل ضغط حال هتشوف شيء ثاني عشرين عشرين وياخذ including commissions شوف including commissions لأنه السوق قاعد يتحرك فهو إيش يقول لك يقول لك يا طويل العمر إذا بنفذ لك الصفقة من عشرة آلاف دولار نأخذه including commissions عشرين دولار باقي الأمور يمكن تقرأهم هنا في عملية الاستفهام ما يقول لك ولا شخص ما تحتاج تسال ولا شخص تعالي لعمليه الاستفهام اقرا الكوميشن هنا The commission is 0.2 دولار المينيموم بتاع الاوردر سايز هو 10 دولار مينيموم مينيموم كوميشن هو ال 10 يورو كي مينيموم كوميشن هو 10 يورو لنفترض انك تريد تشتري سهم واحد هذا حسابات بسيطه يعني آه، سوي باي فاينل انفستمنت انكلودين كوميشن 10 دولار اذا مينيموم كوميشن هو 10 دولار اذا انا اموري تمام اقترح لي انه بيشتري لي ب 217 دولار اقول له كونفرميشن بتستوي لي الابل هنا فقط هذا هو ايش معناته الفاينل انفستمنت وهو مقدار المال التي تريد او الذي تريد انك تستثمره في هذا السهم إذا تريد تستثمر مئة ألف دولار إذا تريد تستثمر مليون دولار فبالتالي أمورك تمام فقط راح تدفع 0.2% على هذه الصفقة فهذا الشيء فقط اللي موجود تريد أنك تدخل بالفين دولار ما هذا هو التطبيق الفين دولار وتدخل باي بتجيك حوالي 9.64 تضغط باي هنا تقرأ الباي هذا تقرأ أبل كما أنا اشتريت بالأبل تضغط مرة ثانية اشتريت المرة الأولى سهم واحد والمرة الثانية اشتريت تسعة فاصل ثمانية وستين سهم المرة الأولى استثمرت ميتين وستة دولار المرة الثانية استثمرت ألف وتسعمية وتسعة the market value أو قيمة الماركت أو الماركت كم دخلت الفوليوم إلى السعر فبالتالي كل شيء أمامك أنت فقط أنت فقط تحتاج أنك تجلس مع البلاتفورم حسابات تجريبية موجودة دور امورك هنا حتى تفهم القضيه الماركت فوليوم هذا مو هذا الماركت فوليوم قاعد يتحرك لانه يحسب نفسه انطلاقا من الماركت برايز هذا الماركت برايز اللي يتحرك ضرب الفوليوم الموجود الماركت فوليوم هو حجم الصفقه بتاعك حاليا كم فيها فلوس وتشوف ارباحك وخسائرك حبيبي في ستوكس ما يوجد رافع في ستوكس الحقيقية ما يوجد رافعة لما تضغط هنا أو تضغط ستوكس عندك ستوكس الأول وستوكس سي اف ديز الثاني فيه رافع عملية والأول ما فيه رافع عملية طب نعطيك مثال وننتقل مع الحسابات الحقيقية هذا الشيء يهمكم كلكم على فكرة فبالتالي نعطيك مثال بسيط انا اريد أن اتخارج من الصفقة هذه خلاص خارج من هذه الصفقة انا في ستوكس اعطونا السهم الاول مثلا خلونا نفترض انه عندي سهم انفيديا صح ولا لا تخرج لي انفيديا ستوكس اعطيني سهم انفيديا ستوكس انا اريد اسوي صفقة اريد اسوي صفقة بعشرة الاف دولار على طول هاد تو هاد عشرة الاف دولار بتجيب لك 95.6 سهم بتقول له نفذ بيقول لك راح ناخذ معك كوميشنز 20 دولار تقول له كونفيرم كذا اشتريت نفس القضية انفيديا دوك نشوفوا الرافعة المالية كيف تشتغل في هذه سبوكس هذا سي اف ديز انفيديا هذا سي اف دي مكتوبة هنا سي اف دي فبالتالي فيها الرافعة فبالتالي لو استثمر انا عشرة الاف دولار هذه هي الفكرة بتاع عشرة الاف دولار لو يكون عندي عشرة الاف دولار واسوي عملية استثمار بعشرة آلاف دولار كاملة يعني هو المارجن أوكي ربعمية وخمسين آه ربعمية وسبعين يا ريال ذهبتنا ربعمية آه, وتسعين هذه هي ربعمية وثمانين هذه هي ال 10000 دولار فبالتالي نفس الاماونت اوف ماني في انفيديا سي اف ديز اللي فيها رافع عمليه 10000 دولار تستوي لك ايميديتلي كونتراكت فاليو بتاع 50000 آه واللي موجوده هنا لانه فيه لافريج 1 ل 5 فبالتالي ستوكس سي اف ديز هو اللي فيه لافريج وبتشتري لك بهاي الطريقة لاحظ أنني لما اشتريت أنا انفيديا سي اف دي ولما اشتريت انفيديا الحقيقي في انفيديا الحقيقي جبت حوالي 95 أه سهم حقيقي في اللفرج 480 ولكن ولكن المشكل إيش أرباحها أكثر وخسائرها أكثر وهذه لازم تكون أنت على علم بها نعم في ستوكس فبالتالي الإجابة هي نعم في ستوكس وجد رافعة مالية ويمكن توصل هاي الرافعة المالية فقط من خلال ستوكس يفديز عدا ذلك أنا أنصحك أنك تتعامل مع ستوكس الحقيقي إذا كنت أنت كمستثمر لأن ستوكس ديز لا تعتبر اسهم حقيقية لازم تفكر فيها بهاي الطريقة ستوكس يبديز ديز لا يعتبر كأسهم حقيقية هو سوق مشتق من الأسهم الأساسية إنفيديا أشوف إنفيديا أشوف بيرفورمانس أشوف هاي الأمور لاحظ إنفيديا ستوكس الحقيقي بيقول لك آخر توزيعات الأرباح اللي سواها ديفيدنس آخر توزيعات الأرباح سواها في خمسة و وخمسة ثلاثة وشهر ستة وبيسويها إن شاء الله في شهر تسعة العام هذا موزعين لأنه العام هذا لدينا سكس مانث فبالتالي موزعين مرتين أرباح مرة وزعوا على كل ستوك 0.01 والمرة الثانية وزعوا على كل ستوك 0.04 هذا انفيديا ستوكس انت تشري راس المال الاساسي بتخزنه عندك بتحصل على ارباح لما يوزعوا ارباح والقيمه بتاع السهم تزيد وتبيعه ماذا عن انفيديا السي اف ديز هذا انفيديا سي اف ديز اطلب معلوماته اولا تظهر فيه الليفرج ثانية في البرفورمانس بتكون حاذر في هذه القضية هنا لازم تكون حاذر في هذه القضية لأنه الرافعة المالية يا حبيبي مثل ما تزيد لك أرباحك تزيد لك خسائرك وبالتالي أحذر جدا في هذه النقطة اوكي حتى المينيموم شوف حتى المينيموم اوردر سايز بيختلف بشكل جذري فانا اظن اننا اخذنا فكره في هذا اذا انت مستثمر انا انصحك انك تشتري انفيديا ستوكس وليس انفيديا سي دائما وابدا انا انصحك انك تشتري انفيديا ستوكس تشتري السوق المالي الاساسي لي بيمكنك أنك لما تخزنه لفترة محترمة وزع لك أرباح وما عليك مشاكل من تراجعات سعرية أما هذا تربح خمسة أضعاف وتخسر خمسة أضعاف وبالتالي لازم تكون انت حذر في هاي النقطة نظن إلى هاي النقطة نكتفي بهذا الشيء أه راجعوا الأمور بتاعكم اسألوا الدعم إذا فيه شيء يعني ما شرحناه اسال الدعم وراحين ان شاء الله نغطيوه مع بعض لانني موجود هنا فبالتالي اقولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وانتقل مع الحسابات الحقيقيه